ماذا لو كان زميلك في العمل عبارة عن روبوت؟ تخيل أنك تتقدم لمقابلة وظيفة جديدة وروبوت آخر ينتظر دوره معك وينافسك عليها. قد يعتبر البعض هذا خيالاً، لكن دراسات قالت أن الروبوت والذكاء الاصطناعي عموماً سينافس الإنسان على الوظائف والعمل. في حلقة اليوم من أفضل 10 نستعرض لكم أبرز 10 أفلام تناولت قضية الذكاء الاصطناعي، مع العلم أن العرض لن يقوم بحرق أحداث الفيلم، فلا داعي للقلق، وهيا بنا. أولاً مع فيلم هير. Hello, I'm here. تساءل صناع فيلم هير حول ما إذ كان سيتوقف الإنسان عن رفقة البشر ويكتفي بالتطبيقات الذكية كبديل. الفيلم يفترض أن أحدهم قام بشراء نظام اصطناعي ثم يقع في حب المرأة صاحبة الصوت في نظام التشغيل، متناسياً أنها مجرد آلة. هل يمكن إذن أن يحصل ذلك وأن يصبح واقعنا الافتراضي هو الواقع الحقيقي؟ ماذا لو أن أحدهم قرر أن يحب هاتفه الذكي مثلاً؟ هير يطرح قضية جريئة حول هروب البعض من الناس إلى الآلة الذكية والانسحاب من الواقع. ثانياً، إنترستيلر. الفيلم الشهير الذي يتحدث عن رحلة البحث عن كوكب آخر، كان أحد أبرز ركائز الفيلم هو الروبوت تارس وكيف ساهم من خلال قدرته على التحليل والربط الفيزيائي المحوسب بمساعدة رائد الفضاء كوبر ومحاولته اكتشاف سر الجاذبية بداخل الثقب الأسود وإرسالها إلى زملائه البشر. ودون الخوض في التفاصيل، الفيلم استعرض مدى أهمية وجود روبوت بذكاء اصطناعي في مساعدة العلماء على تحليل وتفسير البيانات بسرعة فائقة. ونستطيع القول أن هذا الفيلم أحد أبرز الأفلام التي تطرقت بشكل أو بآخر للذكاء الاصطناعي من خلال صديقنا الروبوت تارس. ثالثاً، إكس ماكينا. يتناول إكس ماكينا الروبوتات من منظور التفاعل الإنساني، فهل يمكن مثلاً نقل الصفات البشرية إلى الروبوت؟ ماذا لو أصبح ذلك حقيقة وأصبحت الروبوتات تغضب أحياناً، تفرح أحياناً وتحزن أحياناً أخرى؟ هل سيكون الأمر مجدياً؟ الفيلم يعطي إشارة خطر لهوسنا المبالغ من الحياة الآلية التي أصبحنا نعيش فيها في الوقت الراهن. رابعاً، روبوكوب. بدأت هذه السلسلة في العام 1987 ووصلت إلى 4 أجزاء، وتتحدث حول جبروت الشركات الإنتاجية الضخمة والمساندة الإعلامية الهائلة شبه العمياء لها. ويفترض فيلم روبوكوب أن هناك مشروعاً يدمج الإنسان بالآلة ليصبحان جسماً واحداً. هل نتقبل هذه الفكرة؟ هل يمكن لجسد آلية وعقل إنسان أن يعملا معاً؟ هل تتبلور مشاعر سليمة وحقيقية للتعامل مع أي خطر قادم؟ أم أن هذا يشكل خطراً على العنصر الإنساني؟ يتم عرض ذلك في قالب إثارة وأكشن. خامساً، شابي. يتساءل هذا الفيلم ماذا لو قام أحدهم بتطوير روبوت إلى مرحلة متقدمة ليصبح آلة تستطيع التفكير والشعور؟ ألن تستغلها قوى الشر لتحقيق أهدافها؟ يركز الفيلم على نظريات الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تتحدث عن روبوتات واعية على فكرة التعاطف مع الرجال الآليين. وهذا ما يحدث بالمشاهد عندما يشاهد تشابي ويتعاطف معه ويرى منه مخلوق حساس له شعور ووعي كامل يجب الاهتمام به ورعايته. الفيلم يحاول إيصال رسالة مهمة جداً، ألا وهي أن المشكلة ليست في التكنولوجيا بل في طريقة استخدام البشر لهذه التكنولوجيا، مثل سكين المطبخ تستخدم للطبخ وقد تستخدم لأعمال الشر. سادساً، 2001 A Space Odyssey. الفيلم المنتج منذ أكثر من 30 سنة يحذرنا من الذكاء الاصطناعي الذي تنامى كثيراً منذ ذلك الوقت. فمنذ بداية الفيلم يستخدم الإنسان التكنولوجيا لمساعدته حتى وصل به الحال لأن تستبدله التكنولوجيا خلال مهمة كوكب المشتري. وتقوم التكنولوجيا والأجهزة الذكية بالسيطرة على شخصيات الفيلم وتدفعهم للتخلص من بعضهم البعض. ويتساءل الفيلم هل تصل الآلة الذكية لمرحلة أن تجعل الإنسان يواجه أخيه الإنسان؟ سابعاً، وول-إي. أما فيلم الأنيميشن هذا فتبدأ قصته في المستقبل عام 2805، حيث تكون الأرض قد فسدت تماماً ونحتاج روبوتاً لإنقاذها، لكن هذا الروبوت تجاوز مهمته المخصصة له ليقع في حب روبوت أنثى اسمها إيف. فما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ يضع الفيلم تساؤلات قوية حول قدرة الذكاء الاصطناعي والذي قد يصبح مستقبلاً خطيراً علينا جميعاً، وصولاً إلى أن يتحكم بالجنس البشري بالكامل. ثامناً، AI Artificial Intelligence. تدور أحداث الفيلم حول الروبوت ديفيد الشبيه بالطفل البشري، فهل يمكن الاستغناء عن الأطفال واستبدالهم بصغار آليين؟ هل يمكن أن تصبح مشاعرنا كبشر متحجرة إلى هذه الدرجة حتى لو كانت صفات الروبوت الطفل مثالية؟
تاسعاً تيرمينيتور، هي سلسلة المدمر الشهيرة والتي صدرت أولى أجزائها في العام 1984. السلسلة تتحدث حول وجود شركة سكاينت التي طورت ذكاء اصطناعي خارق جعله يتمكن من السيطرة على الأرض. فهل يمكن أن تنشب حرباً بين البشرية وهذا الذكاء الاصطناعي؟ هل يمكن أن يتحول هذا الذكاء الاصطناعي إلى عدو يجب القضاء عليه تماماً؟ تخيلوا مثلاً أن صاروخاً نووياً هو الذي يقرر، يأمر وينهي. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ عاشراً آي روبوت. وأخيراً في سلسلتنا لدينا الفيلم الشيق آي روبوت الذي يصور العيش المشترك بين الإنسان والآلة، حيث يتحدث الفيلم حول الروبوت سوني والذي يبدو أنه مختلف عن بقية أقرانه من الآليين والذين قرروا أن يتمردوا على البشر. فهل يخرج من بين هؤلاء ثائر يمكن أن يوقف بذكائه الاصطناعي ذكاء الآخرين؟ فيلم آي روبوت يتساءل هل يمكن أن تنشب معركة بين الآليين أنفسهم، وهل وجود الإنسان الآلي مهم في حياتنا؟ بعيداً عن هذه الأفلام العشرة، هناك أفلام أخرى تستحق المشاهدة مثل ويستوورلد، تم إنتاجه في عام 1973. ترانسندنس أنتج عام 2014 من بطولة جوني ديب. روبوت أند فرانك 2012. هيتشيكرز جايد تو ذا جالاكسي أنتج عام 2005. The Golden Army, The Unstoppable Force. The Golden Army, Hellboy. Blade Runner, 1982. The Imitation Game, أنتج عام 2014. و The Machine, أنتج عام 2013. وأخيراً فيلم Ash Alien. كانت هذه أبرز أفلام الذكاء الاصطناعي، شاركنا ماذا شاهدت منها وما هو أكثر فيلم أعجبك. أنا حلا وفريق العمل في رقمي تيفي نشكركم ونلقاكم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.